وخلاص يعني تمام. احنا فعلا خلصنا، وانتوا بتقعدوا تفتحوا في الاسئله وفي الكلام يا شباب، فاصبروا بقى بس نخلص الحته دي. الناس زعلانة منا في كده، بس ايه الناس زعلانة منا في كده ان احنا بنفتح في الأسئلة كتير. والله بص، زي ما قلت لك، اللي عايز يتعلم هيتعلم، واللي عايز يلخص في الامتحان هيلخص في الامتحان. ده الملك للمالك يعني، ما تركزش. أكيد أكيد احنا اتكلمنا على الاسد، تمام؟ كنا فين؟ كان دوت كومنت. ماشي. كنا هنا. انا بس اللي عايز اعمله حاجه بس اخر حاجه بس في الاوامر، اللي هي سيف بوينت. ماشي، سيف بوينت عشان بس نفهم فكرتها. لو انا جيت عملت ستارت ترانزاكشن، تمام، بدات ترانزاكشن جديده، اولها عملت سيلكت اسك فروم التيبل اللي اسمه كوريج، قال لي دكتور مستر بروف بروف، ماشي، اربعه اربعه، ثلاث اربعات وواحد خمسيه. قلت له ماشي، تعالى نعمل مثلا ايه؟ خد بالك من اللي انا هعملها، اقول له انسيرت، او ندور على اي انسيرت كانت موجوده عندنا كده. مثلا قعدت الاربع ستات ده مسورنا خالص الراجل ده، معرفش مين هو بس ماشي. فقلت له انت اعمل انسيرت، تمام؟ قال لي وان رو افكت، تمام كده؟ قلت له ماشي، عايز اعمل حاجه اسمها سيف بوينت. السلام عليكم، لو في امكانيه يا دكتور الصوت يعلى شويه عشان هو صوت واطي قوي. طب الباقي سامعني كويس ولا هو عندنا بس ولا ايه؟ احنا سامعين كويس كده. طيب سامعين كويس ده. هحاول قبل ما يوصل كويس عندي، بعد كده بعد ما فصل ورجع الصوت ضعيف قوي. طيب هحاول برضو بس الناس سامعه كويس، يبقى في عندك انت مشكله. طيب سيف بوينت، وسميت مثلا ايه بوينت 1. ماشي يا شباب، تمام يا دكتور. قال لي جميل، قلت له ماشي نعمل ابديت بقى، نعمل ابديت في الحاله دي. مش مشكله، ابديت بقى ديليت اي حاجه، انا بس الفكره كلها في تعاملات الدي ام ال يعني ايا كانت ايه هي. ماشي، قمت عامل ايه عشان ما اقعدش اكتب جمل كتير عشان انا عمال مفهوم. قمت عامل واحد دكتور، تمام، وقمت قايل له سيف بوينت 2. ماشي ماشي يا شباب، تمام يا دكتور. وبقى كان عندنا بوينت 1 وعندنا بوينت ايه؟ 2. بوينت 2. وقمت عامل كمان انسيرت عندنا بروف ودكتور ومستر، قالت 3 اهو. ماشي؟ وجيت قمت قايل له بقى ايه؟ رول باك. طبعا عملت كوميت، الموضوع انتهى. كوميت بتنهي، احنا عرفناها خلاص، حفظ النهائي، صح؟ تمام. قلت له رول باك تو بوينت 2، رول باك تو بوينت 8 2. خد بالكم الاربع ستات ده ضفنا له مستر ودكتور وبروف. ماشي، قلت له رول باك تو بوينت 2، قال لي تمام. قلت له طب ما تورينا كده فروم كوليدج. اللي حصل ده في الدكتور ده في البروف، اللي هو ده البروف ماشي والدكتور ماشي. لما عملنا رول باك لبوينت 2 رجع لغايه هنا، لغايه لما لقى ايه؟ السيف بوينت بتاعت البوينت 2. ايه اللي ضاع في النص؟ مستر. المستر اللي هو ما بين الرول باك لغايه السيف بوينت اللي انت بتتكلم فيه. وصلت؟ يعني لو احنا عملنا كده قلنا له رول باك 2.1 صح؟ ورجعنا عملنا سيلكت، هلاقي ايه؟ بقى في عندك بروفايل واحده بتاعت الاربع ستات، لانه رجع بالرول باك بتاعتك لغايه بوينت 1، رجع لغايه هنا. فرجع في كلام المستر ورجع في كلام مين؟ الدكتور. ما خلاش غير مين؟ دكتور. دكتور لو سمحت، معلش السؤال ممكن يكون غبي شويه، ما ينفعش ارجع تاني للبوينت 3 ولا هي خلاص كده اتمسحت نهائي؟ مش بوينت 3، ترجع في اللي رجعت فيه؟ احنا هنهزر بقى. حلو، ارجع في اللي رجعت فيه. لا. يعني ممكن نعمل رول باك لبوينت 2 مثلا. لا، لو ليستد بقى هنعمل حاجه اسمها ليستد ترانزاكشن، يعني نبدا ترانزاكشن وجوه نعمل ترانزاكشن، وجوه الترانزاكشن نرجع في الترانزاكشن، يعني بتبقى شويه يعني ليستد، يعني ليستد ترانزاكشنز.
يعني ممكن اوريكم لو عملنا ترانزاكشن وقلت له مثلا زلنا فكره الرول باك وال ايه تاني والكوميت والسيف بوينت. يا رب يكون حد يكون محترم بس ما رسمه كويسه. كنت رسم رسمه بس مش على الظهر على بصراحه. هنشوف ده. ده اثناء الوقت في كوميت في ترانزاكشن جديده. الراجل عمل ديليت عملنا سيف بوينت ماشي تمام وعملنا انسيرت وعملنا ابديت وعملنا سيت بوينت وعملنا انسيرت ماشي. بعد دول كده بعد دول كلهم لو قلنا رول باك هيرجع لاول الترانزاكشن. لو قلنا رول باك هيرجع لاول مين؟ اول الترانزاكشن. حدد رول باك لفين؟ رول باك عموما دي كده تمام. لو قلت له رول باك تو سيف بوينت ايه هيرجع لغايه السيف بوينت ايه يعني الاخر الديليت بس اللي هتظبط. اما الانسيرت راحت والابديت راحت والانسيرت دي كمان راحت ماشي. لو قلت له رول باك تو سيف بوينت بي هيرجع لغايه بوينت بي يعني اللي هتضيع بس هي جمله مين؟ جمله الانسيرت. تاني الرسمه دي جميله جدا جت في الكود يعني وضحت الفكره خالص بتاعت الكوميت. طب لو قال ولو قلنا كوميت راح اللي راح ولا تحسب الرول باك تو ولا رول باك بس ولا اي حاجه خلاص. الموضوع ده سايب تحفيز حفظ نهائي عشان تقدر ترجع في الديليت لازم تعمل انسيرت. عشان ترجع في الانسيرت لازم تعمل ديليت. عشان ترجع في الابديت تعمل لها ابديت. يعني الموضوع بقى يدوي يعني بقى في اوامر مش مجرد رجوع عن امر معين تمام. لا مش عارف المثال ده هنا بيعمل الجول مكتوبه يعني تحس وارد بعينيك يعني. لكن لو في حد كده نست ترانزاكشنز احنا عندنا ستارت بترانزاكشن صح؟ عمل انسيرت عمل انسيرت او عمل سيكوال سيرفر يا دكتور. نعم سيكوال سيرفر بتكتب بيجن ترانزاكشن غير ستارت. ماشي اوريكل بتكتب بيجن مش قضيه. احنا بنكتب ستارت مش فارق معانا السنتكس فارق معانا الفكره ماشي. لو عملنا ايه ستارت ترانزاكشن وانسيرت اهي وانسيرت اهي وعملنا ترانزاكشن يعني عملنا فيها انسيرت وانسيرت وهنا بقى عملنا كوميت. الكوميت دي بتعمل ايه؟ كوميت للترانزاكشن الاولى غير الكوميت بتاع الترانزاكشن الثانيه. وكذلك في الايه في الرول باك. لو عملنا هنا رول باك غير لما اجي هنا اقول له رول باك في كله. لما اعمل رول باك في كله بترجع عند الرول باك بتاع مين؟ بترجع في الترانزاكشن اللي حصلت هنا. فهمتوها؟ لو انا قلت له ارجع خالص هيرجع في الداخلي. معرفش ان الرسمه دي واضحه ولا لا مش هتوضح اكتر من كده. فهمتوا الفكره؟ يبقى انا لو عندي اكتر من ترانزاكشن دي ترانزاكشن 0 دي ترانزاكشن 1 ترانزاكشن 1 وفي ترانزاكشن 2 تمام؟ كاتب كود يعني ما هو اي كود يعني ايا كان يعني ترانزاكشن 0 اهو ترانزاكشن 1 في كود ترانزاكشن 2 في كود وعمل كوميت. الكوميت دي حصلت على مين؟ على الكل على الترانزاكشن 2 على ترانزاكشن 2 خلاص. طب هنا عملت كوميت على ترانزاكشن 1 تمام. طب لو جيت عملت رول باك في الترانزاكشن اللي شايلهم كلهم هيرجع في كله. فهمتوا؟ لان هي دي اللي ايه الحاويه الرئيسيه اللي شايله الداخلي. دي الحاويه الرئيسيه اللي شايله كل الايه كل الداخلي. يعني الفكره بتاعت الترانزاكشن بتاعي وضحت يعني كفكرة أساسية. عرفنا الرول الحاجات الأساسية اللي فيها اللي هي الرول باك والسيت بوينت والكوميت والترانزاكشن بدايتها ونهايتها وإزاي بنرجع فيها.